طاقتك صديقي لهذه القراءة هي العشرة سيوف. أنت في طاقة تواصل روحي وتشعر بخداع وضرب في الظهر وتشعر بالخيانة والغدر من شخص ما، ومن المحتمل بأنك تحس بالإحباط وبأنك تشعر بأنك ضعيف أو مسكين وبأنك تمر بوقت صعب في حياتك، وأنت احتمال بأن تكون تشعر بأنك باتجاه هذه العلاقة أنت ضعيف ومتعب جدا بسبب جهد كبير بذلته في هذه العلاقة ولم يجدي نفعا، أو بأنك متعب في عمل وأنت الآن تبذل جهد كبير في هذا العمل، أو أنك أيضا في شك وخروج من أزمة صعبة أثرت عليك تأثيرا كبير، وأنت متعب الآن صحيا من جراء هذه الأزمة، وأيضا من الاحتمال الممكن في هذه القراءة أن تشعر في ألم في ظهرك وتشعر بالإرهاق، أو أنك آخر احتمال ممكن أن يكون متعب، أنت متعب نفسيا بشكل كبير وتشعر بالخوف من المجهول، أو أنك تفتقد للنقود، أنك في حالة حاجة في هذه الفترة واكتئاب جديد، وأنا أقول لك بهذه البطاقة بأن الفرج قريب إن شاء الله. أنت ترى الحبيب بأنه شخص متوازن يسعى إلى الاتزان المالي، يسعى إلى استقراره المادي وينظر إلى مستقبله، أو بأنه تشعر بأنه قد قدم لك عرضا جديا بالزواج وقدم لك علاقة جدية، ولكنك الآن تشعر بأنك لا تستطيع القبول لأنك قد تعرضت لمواقف في حياتك السابقة مزعجة ولا تستطيع أن تثق بأي شخص جديد، وهو هذا الشخص ممكن أن يكون أيضا يقدم لك هذه العلاقة ولكنه في حالة خوف من رفضك لأنه يشعر بأنك لا تتقبله هذه الفترة. احتمال، هذه احتمال، والاحتمال الآخر بأنك أنت ترى الحبيب بأنه في حالة استقرار مادي وهو ممكن أن يكون مبتعد عنك. الحبيب، أنا أرى الحبيب احتمال بأنه مبتعد عنك ولا يظهر لك أي اهتمام في هذه الفترة، احتمال بأنه يكون مشغول في أعماله، الحبيب ممكن أن يكون قد دخل في شراكة أو مشروع أو عمل آخر أو وجد عمل آخر أو وجد عمل جديد وهو الآن في حالة انتظار وتأهب لحصد نتائج ما قام به أو ما وضعه في هذا المشروع أو في هذه الشراكة، ربما في شراكة مع امرأة أو مع رجل آخر، مع شخص آخر في شراكة خطوبة أو زواج، والآن هو في حالة انتظار وترقب لهذه النتائج وهو في صدد تغييرات جذرية كبيرة قادمة في حياته، والآن هو هدفه الوحيد أن ينظر إلى المستقبل وإلى نجاحاته. هذه أكثر من طاقة لكم، خذوا ما لكم واتركوا ما ليس لكم لو سمحتم. لأن الطاقة الأساسية للقراءة، الطاقة العامة للقراءة هي التي تحدد إن كانت هذه القراءة منطبقة عليكم أم لا. بالمناسبة الأبراج معنا برج العذراء، برج الأسد، برج الدلو، برج الحوت، وبرج الميزان. طاقتك لهذه القراءة، أنت في حالة ابتعاد عن هذا الشخص إذا كان هناك هذا الحبيب، وأنت لأنك تشعر بغدره وخيانته وبأنه تصرف تصرفات أو هو
أو غيره أو حبيب سابق وأنت في الآن الآن في موقف في صدد عرض جديد لك في حياتك، احتمال بأنك ترفض هذا العرض بسبب شخص آخر آلمك وغدرك وخانك في حياتك، وأنك الآن لا تستطيع أن تقبل هذا الشخص الجديد بسبب هذا الأمر، أو أن هذا الشخص بعينه هو الذي جرحك، وأنت الآن متباعد ومنعزل ومتواصل مع الروح، وأنت غامض ولا تظهر على وجهك ولا تظهر لأحد أي مشاعر، أصلا لا تتكلم مع أحد في هذه الفترة، أنت منعزل عن الناس. الطاقة الحبيب لقد أرى بأن هذا الحبيب قد غير اتجاهه وغير حياته، ربما قد سافر أو غير بيته أو انتقل إلى مكان آخر، هو احتمال بأنه لم يذهب لوحده وذهب مع أحد من أقربائه، ربما أمه، ربما زوجة جديدة، ربما في علاقة جديدة. هو إذن هو انتقل من مكان إلى مكان، يريد أن يحسن حياته ويريد أن يغير وجهة حياته، هذه طاقته. مشاعرك باتجاه الحبيب، أنت ترى بأن هذا الحبيب قد أغلق عليك كل السبل وكل النوافذ، وأنت أو أنه انتهت العلاقة بينكما نهائيا، هكذا أنت تشعر بأن هذه العلاقة قد انتهت، وهو بيده أغلق جميع الأبواب وقد بدأ في بداية جديدة بعيدة عنك. وأنت في هذه البطاقة أيضا تراه بأنه كان يشكل لديك كل العالم، كنت تشعر بأن العالم كله في كفة وهذا الحبيب في كفة، وبعده عنك وغدره لك، سنقول بأنه غدره لك احتمال كبير، هذه قد أغلق عليك، قد حاصرك وأشعرك بأنك لا لم تعد تريد أن تتعامل مع أحد في هذا العالم، وبأنه بذلك قد أنهى حياتك وتشعر بنهاية العالم من بعده. مشاعر الحبيب هو الرجل المعلق، ربما هذا الشخص متعلق بك كثيرا أو معلق في أمر ما آخر، كما قلت هو ممكن أن يكون قد توجه في اتجاه آخر أو أصبح ينظر الأمور بمنظار آخر، وربما كان متعلق بك والآن قد اختار بداية جديدة واستقرار ونظرة إلى المستقبل. هو لا أقول بأنه لا يفكر بك، هو يفكر بك بكل جدية ويراقبك ويسعى للحصول على أخبارك، وهو هنا قد اضطر للسفر، احتمال بأنه قد اضطر لعمل أو أعمال أو مشاريع أو أي ما هنالك، أو لتحسين وضعه المادي هو اضطر، ولكنه هو رغما عنه، هذه البطاقة تقول بأنه رغما عنه قد انتقل إلى مكان آخر أو غير طريقه، هناك ظروف صعبة قد مرت عليه أجبرته على ذلك. نوايا الحبيب، نوايا الحبيب هو الاستشفاء والحصول على التوازن والهدوء والسلام النفسي، هو يشعر بأن شيئا ما قد هزه في حياته، هو يشعر أيضا بصعوبة في حياته وقد مر بأمور أيضا صعبة كانت، هنا تظهر لنا في الطاقة العامة، سأريكم البطاقة، هي في هذه البطاقة تظهر لنا بأنه قد تغير الظروف كبيرة في حياته وانتقل إلى مراحل كان يجب عليه أن يقبلها، ربما انتقل إلى علاقة أخرى كان من المفروض عليه أن يقبل هذا الشخص، أو انتقل إلى عمل آخر لأنه كان من الواجب أن ينتقل من عمله من مكان إلى مكان آخر.
لا أعلم ما هي الظروف، لكنه هو أجبر على هذا، على تركك والخروج من حياتك، لكنه يحاول الآن. لا يستطيع أن يعمل التوازن الإنسان إلا بعد شعوره بأنه متعب جدا، وهو الآن في حالة هو يريد أن يعيد توازنه الداخلي، لأنه يشعر بأن شيئا ما قد اهتز بداخله. هو لم يكن مرتاح في هذه الفترة، ولهذا هو يريد أن يحصل على الشفاء، لأنه ربما كان في هذه الفترة بسبب هذه الظروف القاسية التي مرت عليه، ربما تعرض للمرض والتعب النفسي والتعب الروحي، وهو الآن يحاول أن يلملم ما بقي منه، ويحاول أن يهدأ ويهدئ روحه. ربما أيضا هذا الشخص هو مدمن على أحد الإدمانات المعينة في هذه الحياة، أدوية، الكحول، إدمان عاطفي، إدمان عائلي، لا أعلم ما هو، لكنه احتمال بأنه هو متعب نفسيا بشكل كبير، ويحاول الهدوء في هذه الفترة لإعادة سلامه الداخلي. هو يظهر لنا في هذه البطاقة أيضا هو خطوته القادمة، طبعا هذه نوايا أن يعيد التوازن لحياته، وهذه أيضا هي التوازن، هذا دليل على أن شيئا ما قد تغير في حياته وهزه هزة كبيرة. وكما قلنا في هذه البطاقة هي تأتي بشكل سريع ومفاجئ، ولا يجب على الشخص أن يعترض هذه الظروف، لأنها ظروف قاسية وقاهرة تجبرك على أخذ القرار بشكل سريع وبشكل قسري. وهو احتمال بأن هذه الظروف التي مرت عليه هي ظروف قاسية، والآن يحاول أن يعيد توازنه ويحيي توازنه الداخلي، أو أنه بصدد خيار بين أمرين، بين شخصين، بين أي، وهو الآن بصدد اختيار. أنا أرى بأن هذه العلاقة هي ستشرق عليها الشمس من جديد بعد فترة من الانقطاع والتعب، وأنها ستعود كما كانت. هناك تفاؤل، هناك أمل بإعادة هذه العلاقة إلى ما كانت عليه سابقا، هناك شروق للشمس، هناك وضوح كلام، اتخاذ خطوة جريئة، هناك شيء سيحصل في هذه العلاقة سيغير حياتكما ويعيد إليكما البهجة من جديد. ولكن هذه نصيحة هذه القراءة، أن تقول لك هذه القراءة افتح عينيك، هناك طرق كثيرة بانتظارك، هناك أمامك سفر، أنت الآن في لا تستطيع أن تأخذ أي قرار لأنك متمسك بهذا الشخص ولا تستطيع نسيانه. وأنا أقول لك بأن هناك مجالات كثيرة، وممكن أن هناك أمل كبير بأن تعيد العلاقة من جديد. ربما هذا الحبيب في مكان وأنت في مكان، وهناك اختلافات في البلدان بينكما، ربما أنت من بلد وهو من بلد وأنتما الآن مبتعدين. تقول لك هذه البطاقة حاول إيجاد طريق آخر لحل هذه المشكلة، ربما لا تقطع التواصل، فأنت من الواضح أنك قاطع التواصل مع هذا الشخص هنا، وأنا تقول لك هذه البطاقة لا تقطع هذه التواصل، هناك طرق عن طريق الإنترنت، حاول أن تتواصل مع هذا الشخص من جديد وتكون معه واضحا، وتجد طرق جديدة للمحاورة من جديد. فأنا أرى بأن هذه العلاقة تستحق منك التعب، لأن الشمس ستشرق عليها من جديد. سنأخذ نصيحة من للإفادة، نصيحة إفادة تقول لك البطاقة: السعادة موجودة في كل مكان يحيط بنا، فقط افتح عيناك وانظر جيدا، فأنت بنعمة يحسدك عليها الكثيرون. هذه السعادة موجودة في حياتك وفي حياة أي شخص، ويجب علينا أن
لا نغمض عينينا عن هذه السعادة، فهي موجودة في كل مكان ويجب أن نراها وننظر إليها جيدا. ربما تكون السعادة لك بين يديك في الإنترنت الموجود بين يديك وفي التواصل، ممكن أن تكون هذه هي السعادة عندك. تقول لك البطاقة هناك طريقة أخرى أفضل، لعلها تكون الطريقة بالتعامل مع هذا الشخص. ربما أنت كنت قاسيا معه وقطعت العلاقة وشعرت بالتعب وشعرت بالحزن وبالإحباط وبالغدر والخيانة. تقول لك هذه البطاقة ربما تكون هناك أفضل من طرق أفضل من هذا. اخرج إلى العالم، تواصل مع الناس عن طريق الإنترنت، اشحن نفسك بالطاقة الإيجابية وانظر إلى المستقبل. فهناك أمل كبير في هذه العلاقة. نأخذ نصائح من الرومانس إنجل. تقول هذه البطاقة لك يوجد بينكما انجذاب شديد، أنت وهذا الشخص يوجد بينكما انجذاب شديد. تقول لك هذه البطاقة هناك، أو انتبه إلى العلامات الحمراء الموجودة حولك. انتبه للعلامات الحمراء الموجودة حولك. هناك أشياء تمر بحياتنا لا نعيرها الاهتمام، وهي أشياء أو إنذارات تنذرنا بأن هذا الأمر هناك شيء يكون خطر على حياتنا، أو تنذرنا بأن هذا الشيء جيد على حياتنا. ولكن هناك، هذه تقول بأن هناك أشياء حمراء، أشياء يعني أنها أشياء خطر أو أشياء غير طبيعية كانت موجودة في هذه العلاقة، ربما تكون منك، ربما تكون من هذا الشخص. ممكن أنك بطريقة أسلوبك مع هذا الشخص كنت تتصرف بطريقة متعبة أحيانا، أو أيضا بطريقة غامضة أحيانا. فهنا يظهر لي بأنك غامض بعض الشيء، وبغموضك هذا ممكن أن تكون قد أثرت على العلاقة بطريقة غير مباشرة. هنا سيحصل وضوح. لا انظر إلى العلامات، انظر إلى الأشياء السلبية بهذا المعنى، انظر إلى الأشياء السلبية التي كانت في حياتك، دقق النظر من جديد، دقق النظر بسلبياتك وبسلبيات هذا الشخص، وحاولوا أن تكونان كوضوح الشمس مع بعضكما من جديد. شكرا لكم برج الجدي على هذه القراءة، وأرجو أن أراكم في فيديو قادم إن شاء الله.